انا في الطريق لديك الحجره معروفه هنايا، فمن بعد ما باركينا نتمشاو شويه. الطبيعه ديال النرويج غزاله. باش نمشي لهنايا شويه قديه، عاد خاص يكون شويه متعود على الطروجو سبور شويه. كنكمل الطريق ديالنا باقي قدامنا شويه. الوغ اللي بغا يجي لهنايا خاصو يدير شويه ديال السبور. شاب الله عندنا الزهر ما تطيحش. الجو مغيم ولكن صافا بعدا ما طيح مطيحش. يعني اللي بغى يفكر يجي لهنايا ما ينساش سبرديله ولا شي صباط ديال الجبل وحوايج شويه ماشي يدخلوش الماء. هادو من الحوايج اللي تتبان لي مهمه اول حاجه ما ينساهمش الواحد. نايس نلا مازالين في الرحلة باش نوصلو. صحاب لي القضية قريبة ولكن قريبة هو البعيد، هو الطريق شوية قاصح. يعني اللي متعودش شوية على الجبال صعيبة الطريق بالنسبة لي. مازال نطلع الفوق معانا قضية ما ساهلة، فصعيبة شوية. I was just like, I'm only here once.
been like 160. شوفوا جميع البلاصه هذه، شي واحد يدير شي بوزات شي شكل. شوف بحال هذاك اللي جالس لي هذا، عرفتي الخطوره ديال البلاصه هذه راه شي شكل. شوف بحال هذه بغات تجلس حتى هي. انا صراحه ما عنديش القلب ديالها. نوريكم واحد شويه الحجره، لقينا الغيام فغاديكم غادي شي بان شويه مزيان. برايك ستورن، ف
فللاسف ما كانش عندنا الزهر، ما كاينش الزهر ديال الجو، كان ناقص. وبالضبط في ديك البلاصه كانت سحابه، ما كانش يبان الديكور مزيان. خرجوا من الباركينغ واحد العربيه، واحد الجلسه عربيه جالسين تيا كيما تمايا، هما يبان لكم هنا يعني هما جالسين لهاد هاد الباركينغ. هذا 200 كرونه نرويجيه، ما عرفتش شحال هي الدراهم، ماشي 300 درهم، ما عرفتش شحال. مكانش عندنا الزهر، ولكن ماشي مشكل، وصلنا لديك البلاصة شلناها. نمشيو بحالنا، فينا الجوع، نمشيو ناكلو. Thank you.
نهار الثاني دابا في النرويج او لا نهار الثالث هذا حيت بدنا النهار الاول في خيمه. النهار الثاني كريت واحد الدار هنا في البلاصه اللي هو نجي لها. كريتها صراحه عن طريق ديك لابليكاسيون ديال اير بي ان بي بثمن رخيص حسن من شي اوتيل بزاف. تلقى راحتك عندك دار فيها كوزينه كلشي الا بغيتي طيب هنايا ولا نوريكم معايا الدار. والثمن تقريبا 50 اورو الليله. يعني الا جيت نكري في لوطيل اقل حاجه تكري شومبر فوق واحد 1000 درهم هكاك ولا 100 اورو وبوحدك. انا اجيب شحال ما بغيتي من واحد ولا ونعسو هنايا في الصوفة. تشوفوا هذا بيت ديال الكلاص وعندنا تيتل عنده واحد المنظر صراحه بانوراميك هنايا تيطلع الجردة. هادي الجريله واخا الجو صابح مغيم اليوم ما كاينش الزهر صراحه. هاد المعدات كوزينه هذا المدخل هذا هنا هذه الناس وهذا الباب ديال برا وهذا الباب اللي حدا هذا ديال سبين الباجاج الدوش. هذه هي الدار. انا اللي بغى يسافر انا ننصحو صراحه باير بي ان بي احسن شي احسن شي اوتيل ولا شي حاجه بحال هكا. هذه هي النصيحه ديالي بالنسبه اللي بغى يسافر اير بي ان بي تتفك الواحد. وكاين ديور ما احسن هذا الشيء الا بغى الواحد الثمن عاوتاني غالي شي حاجه واعره شي حاجه لوكسوس. هادي بالنسبه لي انا تتبان لوكسوس حتى هي حيت مريحه فيها كاع الحوايج اللي تحتاج الانترنت